استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد رمطان المعامرة وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة الذي يزور مملكة البحرين حاليا. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري إلى مملكة البحرين، معربا سمو عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في الارتقاء بأطر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو عن ارتياحه لما يشهده مسار العلاقات البحرينية الجزائرية من تطور مستمر، الأمر الذي يجسد ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من روابط قوية ومتينة على كافة المستويات. وأكد سمو حرص مملكة البحرين على تطوير أواصر التعاون الأخوية مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. ونوه سمو إلى أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات التي يمتلكها البلدان في ترسيخ قواعد للتعاون البناء والمثمر، داعيا سمو إلى تكثيف الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات القائمة وفتح مجالات جديدة للتعاون بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وشدد سمو على أهمية تفعيل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم والعمل على مد مزيد من جسور التعاون بالشكل الذي يشكل إضافة قوية للعلاقات المتميزة بين البلدين. من جانبه أشاد معالي السيد رمطان المعامرة بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من حرص على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما يتمتع به سموه من رؤية حكيمة وخبرة واسعة في فهم وتحليل كافة القضايا العربية والدولية، مؤكدا حرص بلاده على تنمية مجالات التعاون مع مملكة البحرين في ظل ما يجمع بين البلدين من تفاهم واحترام متبادل، مشيدا بما تشهد مملكة البحرين من نهضة وتطور في مختلف المجالات.